مشجعي مشجعات مهارات عظيمة، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. والنهاردة إن شاء الله جديدة وصفات بناء على طلب حضراتكم. جمعنا الوصفات اللي طلبت في حلقة عشان تبقى المخبوزات أو البسكيتات أو الكوكيز اللي حضراتكم طلبتوها، حاجات سريعة وبسيطة لو بسيطة ومش محتاجة حتى إن احنا نعملها لا بمضرب ولا بعجان. لكن خلينا نقول محببة عند أطفال كتير جدا هي الكوكيز اللي بالشوكليت شيبس، بسيطة. تعالوا نقول كده مقاديرها وبعدين نبدأ نتكلم عنها. عندي بسكويت اللي بدون سمن أو زبدة، عندي 2 بيضة، وعندي تلت أو 3/4 كوباية من السكر، كوباية، معلقة كبيرة من اللبن البودرة، معلقتين كبار من البيكنج باودر، كوباية لربع من 2.5 من الدقيق. هنستخدم دقيق الكعك والبسكويت او الدقيق عندي معلقه فانيليا، وعندي رشه من الملح، وطبعا ربع كوبايه من الشوكليت شيبس او لو ما فيش شوكولاتات الصغيره شوكولاته خام، ربع كوبايه من الشوكولاته اللي بالشوكولاته الداركي. تعالوا بقى نقول بسله كبيره انا هعمله مع حضراتكم كده على بإيدينا ونشوف كده هتطلع النتيجة إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الولاد بيبقى في أوقات ليهم حبايبي عايزين حاجات حلوة شوية كتير، لكن نقدر نعمل ده في البيت، وحاجات إحنا هنشتري خامات غالية أساسا، هنجيب خامات نظيفة. المهم في الوصفة دي خد درجة حرارة الجو عشان يبقى ايه مظبوط. خليني احط شوية الفانيليا، هنحط السكر بسم الله، دي بتظبط الحلاوة. ونضرب الأول كده بالمضرب اليدوي بسم الله الرحمن الرحيم حضراتكم ده بسم الله كده. السكر ده هنضرب بقى ايه لما يذوب شويه وتلاقوا لون البيض كده يعني بدا كده تاني. ممكن يستخدموه، بس انا عايزه اقول ان الوصفه بسيطه، يعني نستخدم مضرب كهرباء لحد ما نحس بس ان الايه بدا ايده. بصوا بقى معلقه اللبن البودره دي اختياري، مش ضروري ولون، يعني دايما لما بنحط لبن بودره في المخبوزات بتلاقوها كده بتدي لون حلو. بقى تقليبه حلوه كده، شايفين اللون افتح ازاي، وبقيت احس ان تحت. هننزل بقى بالزيت كده مع التقليب شويه شويه لما يبقى زي المستحلب اهو. بسم الله وكده انا ما ضفتش لا زبده ولا سمنه ولا حاجه، حطيت تقدروا تعملوه من غير زيت لو مش عايزين، بس انا ليه قلت بديل للزبده والسمنه عشان الناس اللي بتحب البسكوت خفيفه. هنحط الدقيق، نشيل بقى الواس كده مش هنحتاجه دلوقتي، وناخد كده ايه ممكن سباتيولا، والله مش هحتاج انا هعمل بايدي، هنحط مش كله، وهاخد كده البيكنج باودر وتعالوا بسم الله هنقلب شويه شويه. لو الدقيق حاسينه كان بقاله فترة أو الأكياس في الخزانة بتاعة المطبخ أو المنخل اللي هو بتاع السكر البودرة، شوية شوية، لأن ممكن نوع الدقيق اللي أنا يمسك معايا في حدود كوبايتين، ممكن مع حضرتك يمسك في 2.5 كوباية. أنا ناعم لكن وما بيلزقش، لكن ما يكون ناعم. شوفوا كده ظبط اهو، ما احتجتش اللي باقي النص اللي باقي. يبقى نوع الدقيق ده خد مني في البسكوت ده
بالظبط كوبايتين اهو، شايفين ازاي بايدي الريحه طبعا روعه، الفانيليا جميله شايفين ازاي. هجيب صاج مدهون ورق مسحه زيت او رشه زيت اهو، شايفين العجينه. تعالوا بقى شوكليت شيبس اهي، وكم مثل اهو، عايزين تستخدموا حاجة اهو، روعة جدا. بيتباع بره على فكرة، وبنجيبه في باكتس كده جاهزة، وبيبقى غالي. شايفين؟ هشيل بقى دول. هاخد صاج جميل من دول، وهنبدأ نشكل ونتكلم بقى. بصوا بقى معاييرها، خلينا ايه تبقى مثلا كده في بمعلقه. نتكلم بقى عن تاريخ البسكوت شويه. الرحلات كانوا بيروحوا من خلال الرحلات البحريه، كانوا دايما يعيش معاهم فتره طويله لمده شهور او سنين، لان كانوا بيسافروا كتير. اول انهم ياخدوا معاهم حيوانات وطيور، ويبقى معاهم طباخ. بس طبعا كانت بتاخد السفر والمراكب، خصوصا لما كانوا اعداد. عشان كده التجار عملوا اسفه خبز هش سموه عيش الذره. وبعد كده اليونان اخترعوا بقى اللي هي تبقى عجينه هشه وخفيفه او سميكه، بس بتقعد وتعيش بصوا كده بكور. عايزه اقول لكم البسكوت ده في الاساطير البحريه اللي بتعيش تحت ظروف صعبه، درجات حراره منخفضه. بصوا ببطني حبيبتي يا نودي، بصوا هتطلع لنا كام واحده حلوين. انا باخد بس بالمعلقه كده عشان اخلي كله تقريبا متقارب يعني من الحجم زي بعض اهو. هي بتلزق حاجه بسيطه بس طريه في ايديا، ده الاهم. دي بتتحط على درجه حرارة ماشي او 170 لو الفرن حامي عند حضراتكم، ما بتاخدش اكتر من 10 دقائق. تابعوها اهي ببطني ايدي بس كده، سنه بسيطه خلاص. بصوا بقى انا بحاول اعمل ده عشان انا عارفه ان في امهات كتير بتحب تعمل الحاجات دي في البيت لوحدها. والله انا زمان فاكره ان احنا ما كناش بناخد حاجه من بره خالص، الا حاجات يعني احنا كده كله كان بيتعمل في البيت فعلا. عايزه اقول لكم مفيد لانه في شوكليت شيبس خام، شوكولاته خام، نسبه الدهون فيه قليله، مغنيسيوم وحديد ونحاس، ففي في الشوكولاته. شوكولاته من الحاجات الجميله جدا اللي سريان الدم في الجسم. بصوا بتقوي برضو الذاكره. شوكليت شيبس دي جميله. هنقلب بقى كده تقليبه يعني ايه بين ايديا كده، وما تكونش حر. مهم قوي لان في ناس ممكن تستخدم زبده في تنطر من البسكويت، وده عشان الاجواء كانت حر، استنيت عليها كتير زي ما اكيد، او في الغريبه او غيره او غيره، الجو كان حار اللي اشتغلنا فيه. هو بس
يعني تخانه علشان هم بيسالوني لو اتعمل ارفع من كده. لا هو المفروض يبقى كريسبي من بره ومن جوه، يعني في طراوه، ما يبقاش خشب، ما يبقاش ناشف، ده مهم اهو. عشان كده احنا بنديله سماكه بسيطه، لا مش يحصل على بسكوت لما يعيش معانا فتره. البسكوت ده يقعد فتره طويله على فكره، وهتلاقوه زي ما هو جميله، هتحتفظوا بيه. الكوكيز دي جميله جدا على مدار وقت طويل، يعني بيقعد والله بيقعد فتره حلوه. طب خلوا بالكم هيخلي البسكوت شويه، انا مش عايزه ازنقهم في بعض. هنعمل كده، هاخد بس عشان نعد قوي. هي العجينه مش كتير، كوبايتين دقيقه. شوف طلعوا لي كام واحده، عدوا كده معايا اللي في الصاج الاولاني يا ولاد. 11، طيب 13، وانا بعمل في ال 14. كوبايتين دقيق طلعوا لنا الكام واحده دول. شوفوا بقى انتوا باللي انا عملتهم 18 في الصاج الثاني، وادي اخر واحده. يعني انا لما بشتري العلبه لو فيها 4 5، يعني ممكن يبقى بالكتير لو انا جبت الكبيره اللي هي كده تبقى مثلا ايه، على حسب اهو كده 19. كان ممكن المكلبات يقفلوا 20 واحده، يعني على حسب احنا. ده اللي انا بوريه لحضرتك. تعالوا بقى ندخله الفرن. طب لو انا الفرن عندي عالي، الفرن عندي عالي يبقى 70. ليه؟ علشان طيب حضراتكم تبقوا ايه، في الامان، في الامان لو الفرن حام. ماشي، ونسيبه العشر دقايق اللي اتفقنا عليهم مع بعض. دلوقتي بقى هنستسمح حضراتكم، نطلع استراحة، نعمل وصفة جميلة تانية حادقة بقى، نعمل حاجة حادقة للولاد بيحبوا البسكوتات. نعملها ازاي ونستفيد من الأجبان اللي باقية عندنا بعد الاستراحة، في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية لسه بس طبعا ايه، تبصوا بصة سريعة. بسم الله، بصوا البيكنج باودر نفى شوية بينهم وبين بعض، ياخد مسافته ويبقى لطيف، هياخد بقى على خفيف يعني. ماشي الكلام، نقفل بقى. ماشي، طيب نبدا بقى نعمل وصفه الحادق. بسكوت حادق جميل قوي، بسكويت بالجبنه، نص كوبايه بالسمن. عايزين تعملوه بالزيت؟ ماشي. عايزين تعملوه بالزبده؟ اللي يرجع لحضراتكم، بس عاده بتبقى حلوه قوي بالسمنه او بالزبده. ربع كوبايه زيت، معلقه صغيره، هضيف من الجبنه المثلثات 3، وممكن اضيف مكانها 3 معالق من الجبنه لو موجودة عند حضراتكم. 2 بيضة. احنا قلنا هنحط هنا معلقة خل. معلقة خل. عندي كوبايتين ونص دقيق. بسكوت حادق يا حبايبي. نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. بصوا بقى البسكوت ده جميل قوي. بتحب الحاجات الحادقة؟ خلينا نقول بسم الله. هاخد أول حاجة البيض. عشان إيه؟ الدنيا تبقى جميلة. خليني الأول أغير اغير بس الشبك عشان انا عندي سمنه تتضرب حلو وتبقى كريمي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لكم ريحه المخبوزات في البيت دي بتبقى جميله، بتحسس احساس كده بالسعاده. السمنه والزيت الاول. بصوا، وهاخد كده رشه الملح. ماشي يا قمر، هاخد كده. بسم الله، ادي السمنه. بسم الله، التكييف هنا مش قادر اقول لحضراتكم عشان الاجهزه الحاجه بتسقع. انتوا بقى طلعوا الحاجه دي خليها بدرجه حراره المطبخ، يعني ما بيحتاجش ايه. اهو ادي السمن، انا مش عايزه احط كتير لان انا مستخدمه جبنه رومي. بصوا بقى، رحيم، ربع كوبايه الزيت، وعندي بسم الله الرحمن الرحيم. لو مش موجودة حضراتكم استخدموا اللي هي
مفيش مشكلة، هنحط ثلاث قطع او اربعة زي ما انتوا عايزين، مش اكتر. اهو بسم الله، دي بتدي طعم حلو. عايزين ينفع برضو، بجد هتبقى جميلة جدا برضو، مش هتقول لأ يعني. فل متوسط بسم الله، هي دي بس ايه معصلجة شوية الخيط بتاعها. ايوه بسم الله، اهي الخيط الاحمر. تعالوا بقى ننزل الخليط الامور ده، بسم الله الرحمن الرحيم، نضرب الخليط ده مع بعض. ويدوب، بصوا بقى هنا، عايزه جوه، وده كمان الصغير يشتغل فرن بس، واخر حاجه الشوايه اهو. شايفين الامامير حلوين منهم، اخدوا لون. تعالوا بقى نبص على العجان، بصوا بقى كريمي اهو، هوريكم الخليط بسم الله. بصوا يعني هننزل بقى البيض كده، وهناخد معلقه الخل عشان خاطر الزفار بس، كمان يتهشوا جميل. تعالوا بس ايه نقلب، ماشي نقلب كده الخليط، نقلبه بدي، ننزل كده عشان لما يختلط مع بعض مع البيض يبقى سهل في الايه الخلط بتاعه، ويبقى خليط كريمي كده مع بعض. بسم الله، نحط بقى هنا دقيق ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، وهقلب معلقه كده. بسم الله، تعالوا بقى نطلع كده، هنبدأ البيض بس يداب في الخليط نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، شوية شوية مش كل الخليط. تعالوا كده نشوف، خليني بس ايه ارفع واحط مكانه عشان اين الكف انا حطيته اهو. بسم الله، ونشغل الخليط. ونطلع بقى البسكوت الجديد، ريحته روعة. هحط دول لفوق، بصوا العجين هنا طري ازاي، الله الله الله، تسلم ايديكم. بصوا بقى هنا، بصوا الخليط هنا، معلش اسمحوا لي اجرب ايدي كده، يعني هو حلو بس محتاج معلقتين كمان، ممكن محتاجش احط كل اهو. شايفين كده تعالوا لكوبايتين ونص، ده على حسب نوع الدقيق، فاحنا هنبدا بكوبايتين ونزود شويه شويه. ماشي، تعالوا بقى كده حضراتكم، كده بقى خليط جميل ومتماسك في اللي تحت عشان انا محتاجه ده. شايفين بقى الخليط بقى ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم.
ناخد بقى معانا هنا الخليط الحلو ده. بصوا بس شايفين عامل ازاي؟ خليط جميل اهو. ممكن ده من الحاجات الجميله نشبه هنا اهي، ونبدا ايه معلش اطلع دول كمان. بصوا بقى اللي عايز لون احلى حاجه، اهم حاجه تسيبهم لما يبردوا تماما وبعدين نبدا نطلع. تعالوا بقى تطفين معلش الزهايمر بس سن له حكم يعني. انت قانوع يا فندم؟ ماشي يا فندم انت تؤمر ساعات القناع. بصوا كده بسم الله، يعني ارتفاع لنسب حضرتك. انتوا عايزينه بقى في تخانه، احنا عايزينه مثلا ارتفاع ايه، سنتي نص سنتي نص سنتي. ماشي يا نوتي. طب عشان خاطري وعشان خاطري نزوده ربع سنتي ولا حاجه. بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي هطلع دلوقتي صاج مدهون. طبعا المردنه الرفيعه او الاصغر من دي هتبقى احسن في الفرد وافضل. كل حاجه من المردنات، وكل ما ترفعه وتصغره كل ما ترق مع العجين رقيه اكتر. التخانه دي ايه؟ ها أرق كمان شوية. طيب يلا يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعات فين حاططها محمد؟ ادي صاج مدهون. حاطينها لي فين يا حبايب قلبي القطعات؟ انا معايا واحدة بس. حجم ده كويس؟ ماشي يلا بينا. هناخد ايه كده؟ بسم الله. صفار بيضة او بياض بيضة زي ما انتوا عايزين. حطوا معلقة خل عشان الزفارة. انا ليه عايزة ادهنه؟ عشان بس ايه هحط على الوش شوية جبنة يعني. الزيادات دي هنرجعها تاني كعجين وهنعملها. فندم يعني طيب حاضر. ايوه حضرتك استاذ فضل والله مش عارفه اقول لك ايه. والله انا حلو علينا والله ربنا يبارك فيك. بصوا كده اهي عملنا، وهشكلها بعد شويه برضو بين ورقتين زبد، وهرجع اكمل اللي احنا اتفقنا عليه. تعالوا يا رحمن الرحيم. هاخد معلقه الخل ننقلها. حاضر يا نور عين. بس كده ليه الحاجات الصعبه دي؟ ماشي بسم الله. تهيألك والله يا ندى ايوه
احلى ايام دي بقى اللي كنا نقعد نتجمع ونعمل الكحك والبسكويت، ها قاعده معانا، وكنا بقى نقعد وبعدين ما حدش يجرؤ يتريق على حاجه بتاعت سيجان، هو احنا بس؟ طب وبعدين نشوف بقى طنط فلانه عملت ايه السنه دي، ماليش دعوه انا عايزه زي طنط، ماليش دعوه. فتروح بقى حاضر، تروح عامله بتعمل كميات مش يعني مش طبيعيه، 40 بقى كيلو كحك و 10 بسكوت ونبعت لبعض بقى الجيران، بقى نبعت لبعض الجيران تبعت، ولازم في الذبح سبحان الله كانوا برضو يبعتوا اللحوم، لازم يعني بساوي بس الاطراف. اسعد لحظات بقى احنا كاطفال، هحط ده في زبده واقفل عليه لحد ما اجي اشتغل فيه تاني، مش هيجرى له حاجه اهو في التلاجه ماشي. وبعدين اسمحوا لي بس امسح الكاونتر هنا، زيت الزيتون من الحاجات بعد ما تغسلوه بالذات الرخام الجالاكسي، ها امسحوا بيه اللمعه دي، شايفين اللمعه دي تبقى جميله قوي في ال، وعدو الليمون وحش بالنسبه لل للرخام. هجيب البيضه بتاعتي الصفار البيض، وطبعا عندي حبه البر فريش او شمر، انتوا بقى وعشابكم براحتكم. هاخد كده معلقه خل، انا عايزه ادي لون بس خلاص. بسم الله، ممكن تعمله بميه ولا خلي كمان هيخليها مقرمشه من بره، بس مسحه كده صفار كمان بيدعم اللون بدل ما احتاج احط لون في العجين، في ناس اصلا بتحط الوان في مش عارفه ليه والله، هي ما بتحتاجش الا لو حاجه بقى يعني شوي قوي فظيعه في الحلويات، لكن انا ليه احط لون في البسكوت اللي انا عامله حادق اصفر، هو ما انا حاطه فيه بيض وحاطه له زفار بيض هيخليه اصفر لوحده. شايفين ازاي ده؟ عشان حطينا معلقه الخل خلاص، ممكن ميه على فكره، انا بقول لحضراتكم كل الاقتراحات واللي يريحكم اعملوه اهو. خلاص هنبدأ الجبنه، حاضر يا راجل يا بركة، ما ترموش بقى. ايوه صح، ما ترموش بعد اذن حضراتكم بواقي حاجه او حتى لو هي حروفها نشفت، استخدموها يعني اكياس ثلاجه، وهنستخدمهم في مخبوزات حلوه زي دي بدل ما تشتروا في الاجبان لما بتبقى في جزء بينشف عندهم او بيبقى مش فريش، انت تلاقيهم عملوا بقى ايه فكره اللي هي ميكس الاجبان والحاجات دي. كده يقول لك ميكس اجبان بقى، شدر على رومي، على غالبا بتبقى شدر ورومي يعني كده عشان بسم الله شوية حلوين فعلا يعني كده. وايه اهم اخر واحدة، تعالوا بقى ماشي يا روح قلبي اهو،
فوائد حبة البركة دي رائعة، عايزة أقول لكم بتعزز صحة الدماغ جدا، يعني ليها مضادة للجراثيم والالتهابات. الناس اللي رائعة، الأطفال اللي عندها التهاب في زورها، عايزة أقول لكم رائعة. ندخل يلا على حرارة 180، على فكرة هي كمان بتحمي الكبد ومفيدة جدا لصحة الجلد، وتخيلوا بتأخر ظهور علامات الشيخوخة تتشد. بصوا بقى البسكويت جميل ازاي الحادق. هنقفل، وعايزة الناس اللي بتحب تحافظ على وزنها ما بتعمل دايت بتاخد مشروبات فيها نسبة من حبة البركة او نقطة حسب هما بيشربوا ايه. اسمحوا لنا بقى عقبال ما نقدم الحاجات الحلوة دي. شايفين تسويته مظبوطة ازاي ده بقى، ولا اللي طلعوه لازم يبرد اهو، شايفين الجمال. بصوا بقى من جوه في طراوة، وده الأهم إنه ما تستمتعوا بيه أهو من عينيا يا فندم. أنت حضرتك نبعت لك الصاج كله جوه على كنترول. نستسمح حضراتكم في استراحة، هقدم شوية ونرجع بعد الصحة نشوف أخبار البسكويت الحادة ونشوف الوصفة اللي بعد كده في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، قدمنا الكوكيز و هنبص بص عليه كده في الفرن، هيبدا ياخد لون اهو من الجناب. ممكن كمان نقلب والخبز، اثناء الخبز ده مهمه جدا الحقيقه. يعني بصوا جميل ازاي، يعني نقلب الساك شويه كده كده اهو تمام. هنسيبه بقى اللي طلع معانا في التقديم اهو اللي عليه حبه البركه. بص حلو والله، بيتباعوا دلوقتي في محلات الحلواني، تبقى علبه صغيره فيها شويه. طيب نعمل بقى دلوقتي بسكويت جميل جدا، كوكيز كده في 5 دقائق عشان ايه اوريكم ان هو سهل. لون مقاديره عندي بيت بيضة وصفار بيضة وبيضة كام سكر، وعندي 2.5 كوباية دقيق، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وسوداني. السوداني لازم يبقى مفروم ومجروش. ممكن بس اللي يدقهولي خلوه ناعم قوي يا ولاد، خدوا ده. هنحط بقى ايه، هنبدأ دلوقتي مع بعض. هاخد البيض كده، هاخد الاول البيض، اخد كده هنا، بسم الله نكسر البيض بقى كده، وادي وصفار البيض. هاخد البياض هنا وهاخد هنا الصفار، البياض اهو، وهاخد هخلي البياض ده على جنب. 1 كوباية سكر اللي موجودة عندنا اهي، الخليط ده كده مع بعض الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم يكسروا لي السوداني. طيب هناخد كده الويسك، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ايه تظبط معانا الطعم من الاول اهو. وهنقلب بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، لما طرفيش عادي ناعم هنقلب زي ما عملنا في الوصفه اهو. اللون الغمق ده لون الفانيليا، نفضل كده نقلب شويه لما اللون يفتح شويه، وكمان يبدا في الخليط او في القوام يدوب معانا. جميل اهو، ناخد بقى الزيت شويه شويه خيط لحد ما يبقى مستحلب. عندي
اهو. هنيجي بقى نبص بس على ده ونطلعه. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا اتفضلوا بصوا كده عليه وقولوا لي الرأي. يا نهار الجبنه روعه روعه، بس يبرد خلوا بالك هو في اللانش بوكس كمان حركات للولاد قوي. يا نهار ابيض. ماشي نيجي بقى نجهز. بسم الله ادي البيكنج باودر معلقتين صغيرين، طبعا ذره الملح وايه اشيل بقى ده. ايوه يا فندم انا ممكن اشيله هنا فندم. بقى نقلب بطريقه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف ايه بتاع الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده بصوا كده على حسب نوع الدقيق اللي حضرتك بتستخدميه. حسيت اني محتاجة شوية هزود. هحتاج شوية. اذا انا هوصل لكوبايتين ونص. انا كده حطيت كوبايتين. تعالوا بقى نجرب. اهو. موجود. بصوا كده. بصوا حبايبي شايفين ازاي هتبقى عجينة قبل كده طرية لكن ما بتلزقش. ايه بصوا كوباية كده تمام قوي. يبقى احنا كده خدنا كوبايتين ونص. ماشي الكلام اهو. شكلها كور كده في الصاج. البياض بقى مش هنرميه، هنحط البياض ده ايه كماده نغطسه ونلزق بتاعتنا دي. تعالوا لو عندكم سمسم ممكن برضو. هاخد كده شايفين ازاي وهاخد وادي الصاج. بيتباع في المخابز انتوا حضراتكم فيه. خلاص هاخد كده وادي صاج مدهون عليه ورق زبده بياض البيض. اهو اهي هنحطها كده. هنعمل كورة تاني نصغر شوية عشان خاطر ندى كده كده بصوا كده دي كويسه. المهم انها ما تكونش بتلزق كده. اهي خلاص
عايزة ألحق أدخلهم وأوري حضراتكم. عايزين تحطوا في سمسم ممكن على فكرة، مش شرط يبقى سوداني يعني. أهو هنا ممكن بصباعي اهي، عايزاها تبقى كده لان هحشي ده لما تخرج. شايفين تبقى مدوره ازاي وفيها خرم كده. هعمل واحد اتنين تلاته كمان. خلاص اهي في بياض البيضه في السوداني اهي كده، شكلهم جميل قوي. كور وهنحط هنا اهو، شايفين جدا نوعه بقى زي ما انتوا عايزين. عايز يحط مكسرات اي نوع، بندق بقى اي اهو. هحشي في بيضه شوكولاته خام، دوب الشوكولاته على حشوها زي ما انتوا عايزين. تحشوها بقى كريمه لوتس، دولسي ديليتشي، تحشوها اللي انتوا عايزينه. هي نوع جميل سوداني مفيد للولادة على فكرة، جدا جدا. شايفين ازاي اهو، تعالوا بقى ندخلها الفرن. ندخل بقى الامامير دول الفرن. حلوين امامير قوي. طيب ندخلهم على حراره 180 يعني ايه، ياخدوا تسويه كتير، يدوب بس ياخدوا لون دهبي. تعالوا الوصفه الحادق اللي احنا عملناها بعد اذنكم نزلوها لنا على الشاشه، عشان هقدمه دلوقتي مع المقدم علشان اصدقائنا يعرفوا. احنا دلوقتي لطيف جدا بالجبنه الرومي والجبنه الموسيقى. هقدم عليه اللي انا عملته. طبعا درجه التسويه فاتح وفي كده بيبقى غامق. بصوا انا هحط هنا اهو عشان حضراتكم تبقوا شايفين، من البسكوتات الرائعه جدا. شايفين ازاي كده ماشي الكلام، وجميل والولاد هيتبسطوا بيه جدا جدا جدا. كان مقادير البسكوت اللي احنا عملناه اللي هو بدون سمن وبدون، البسكوت ده موفر واقتصادي، هنستخدم فيه الزيت بس. هنزل مقاديره وهنقول برضو عملناه ازاي. كوكيز جميله ولطيفه، واحنا اتفقنا انه ببسط دينا بياخد من كوبايتين لكوبايتين ونص دقيق على حسب نوع الدقيق اللي حضراتكم. لو نوع الدقيق يعني كويس ومظبوط ومات في انواع معينه هتلاقوه ياخد كوبايتين، لو هو دقيق فاخر ممكن يعني قد دقيق. طبعا دوبت البيض الاول مع السكر مع الفانيليا، ضربتهم الاول كويس، الخليط ده افتح والسكر بدأ يدوب، وبعدين خلطت البيكنج باودر مع الدقيق وبعد كده ضفت الزيت شوية شوية خيط، وأنا بضرب المكونات بتاعة البيض والسكر لحد ما بقى مستحلب كده، وبعدين ضفت عليه الدقيق مع البيكنج باودر، ضفتها ربع كوباية الشوكليت شيبس مع ربع كوباية الفارميسال الشوكولاتة. طبعا أي أنواع جوه سال ملونه ممكن تستخدموا شوكولاته اي انواع انتوا تحبوها.
اي حاجه من الحاجات اللي انتوا تفضلوها او تسيبوه ساده براحه حضراتكم. اكور خدت شكلت بالمعلقه العاديه عشان يبقى كل الكور تقريبا يعني شبه بعض او قد بعض. حطيت بطن ايدي حاجه بسيطه قوي لان هو بيفرش السنه في الفرن فبياخد راحه شويه وبيبدا ينفخ عشان زي ما حضراتكم شفتوه كده. هنبدا بقى البسكويت اللي احنا عملناه دلوقتي اللي هو كوكيز الخمس دقائق. شوفوا ما خدش وقت. شوفوا شكله جميل ازاي. انا عملت منه شويه بالسمسم عشان لما مش حابب يحط السوداني انا بالسوداني كتغيير. خلاص عندي بقى كوبايه زيت وبيضه كامله ومعها الصفار، وشلت البياض هو اللي هلزق بيه السمسم او اي نوع، وخدت كوبايه سكر وضفتهم على بعض. حطيت السكر مع البياض البيض وصفار البيضه والفانيليا وضربتهم كويس تفتح. نزلت بكوبايه الزيت خيط، وبعدين اضفت البيكنج باودر على الدقيق لحد ما بقت عجينه لينه ولكن ما بتلزقش في ايدي، ماسكه نفسها. حلو. بيضه وش واحد بس من الكوره، ونزلتها في السمسم او في الناتس اللي انتوا عايزينها على الناحيه البيضه، وخليت اللي فيه الناتس لفوق. خرمت بصباعي من النص عشان اعمل. عندي بقى شوكولاته مذابه يعني شوكليت دارك، هحشي شوكولاته وتسحشي كراميل، هحشي اي حاجه من مربى، الحاجه اللي حضراتكم تفضلوها وتحبوا. البسكويت ده جميل وحاجه بيتي وجميله ومختلفه، يعني بنميل كمان تقدروا تعملوا حاجات صغيره قوي مفيش اي مشكله خالص، نقدر نعمله صحي وبانواع دقيق صحيه. اول ما بينفش، بصوا بينفش بياخد شكل معين، اما بينفش هنا والتجويف بيفضل زي ما هو، عشان كده وصلوا التجويف للقاع بتاع الصاج عشان ما يقفل شويه. فلما بيكون قفل سنه من تحت يفضل التجويف من فوق متعلم فيها. تمام. هحشي برضو فيه بالشوكولاته بس لما يستوي الشوكولاته او المربى او الصوص اللي انا حباه. في انه المخبوزات طبعا اللي طلبوا مننا بسكوتات تانية بحليب جوز، هنعمل ان شاء الله حلقه خاصه هنحط فيها البسكوت والحاجات الخاصه بحليب جوز الهند وكمان جوز الهند، علشان تبقى حلقه خاصه بجوز الهند بس. الحليب البودرة احيانا بيضاف بيبقى طعم ولون للعجاين الحقيقه، يعني عشان كده الفطاير زي الكرواسونات زي الباتيهات زي البيتزات، لكن مش دايما مفيش اي مشكله خالص. هننزل كمان احنا عملنا الحلقه للناس اصدقائنا اللي طلبوا حلقه الميني بيتزا المدوره بتاعه الافران، احنا عملناها بالفعل وحضراتكم تقدروا تشوفوها وان شاء الله تستمتعوا بيها. شوفوا التكنيك بتاعها وهي بسيطه وسهله جدا، اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه في البيت هتكون نالت اعجاب حضراتكم، وقدرنا نعمل الوصفات البسيطه اللي حضراتكم طلبتوها نجمعها. اسمحونا بقى دلوقتي ان احنا نستعد للفقره الطبيه، فهستسمحكم نطلع استراحه ونستقبل فقره الطبيه. حضراتكم على خير.